يا الله. ايه يا ابو حماد، ليه ما ركبت وراي على الفرس وركبت وراي ابو شومان؟ لانه فرس ابو شومان ما انا اصيلي على المزبوط، مكتشي. وشلون عرفت انه فرس ابو شومان مكتشي؟ لا يا مختار، ما الفرس بتنعرف من وقفتها، وانت سيد العارفين. والله مو قليلة يا ابو محمد، عم تحكي مزبوط، لانه ستة لفرس ابو شومان قديشة. يا لطيف. ومنشان هيك انا ما رضيت اركب غير ورا ابو شومان، لانه الفرس المكتشي بتلقى حمل منيح، بس على السبق ما بتضاين كتير. ابو محمد، على زمتي انك خيال ابن خيال، بقى من انو ديري انت وين اهلك؟ شي يوم بحكي لك يا مختار، بس ليقون الاوان. ايه على راحتك. اهلي ابو ياسين. اهلي بالمختار. سيد نصري، الله يخلينا سيد نصري، شلونك سيد راسي؟ ان شاء الله بخير. اهلين عمي ابو نجيب، الحمد لله بخير. الحمد حبيب لله. قلبي طمنا، كيف الست الوالده؟ ان شاء الله منيحه. الحمد لله. ابو نجيب، انت ليش عم تسال عن مامتي؟ ومن وين وين بتعرف انا الست الوالده اللي حتسال عنها؟ الله وكيلك، لا بحياتي شفتها ولا بعرفها، بس عم ناخذ بنعطي، عم ناخذ بنعطي سيد نصري. شو بك؟ يعني بمعيتك هيك بركي بتسالها اذا بتجوزني. ذكر زعم حدودك ولك، لك طول بالك. شبك الله وكيلك ما حكينا شي. شبك شو كفرنا؟ والله واللي اسمع، والله اذا بتجيب سيرة مامتي مرة تانية على لسانك يا ابن نجيب لحتى انكو ذكرانك من شبري. ولي شو هاد؟ لك نصري شو هاد؟ لك معيب عليك، لك نصري زلمة قد ابوك. اه معيب عليك. الله وكيلكم ما سويت له شي. لك ما لقيت غير ابو نجيب تعوى عليه ولك نصري؟ ايه بدي تعوى على ابو نجيب، لك عم بجيب سيرة عرضي على لسانه بدك اياني ساكت له. شو هالحكي؟ هالحكي مزبوط ابو نجيب؟ الله وكيلك بالحلال، بالحلال. سألته سؤال ايش وكفرنا؟ قلت له سألني امك تتجوزني ايش وصار؟ بسيطة عمي بسيطة، ضب خنجرك لهلاك، ضبه روح على شغلك، نحن رح نعمل له اللازم. يلا روح روح، الله يرضى عليك. روح بسيطة يا ابن نجيب، بنشوف. خلصنا. ماشي يا ابن نجيب. ماشي ماشي سيد راسي، شو عم تعملنا؟ بعدين شو انت التاني حتعمل لي اللازم؟ ايش وكفرنا؟ خلصنا. هيك لكن يا أم الضاح، بدك تلزقينا بنتك وهي بهالحالة؟ بعد ما تصير عنا منخجل من أبوها لأنه كبير الحارة ومختارة، ومنحط على الجرح ملح ومنسكت. والله تاريكي مالك قليلة يا أم الضاح، يا عيب الشوم عليكي. شو بك يا أمو؟ ما في شي ما في شي. يا أمو أنت من وقت ما حكيت معك أم صفان تخربطت ألوانك. شغلة سر بيني وبينها. إيه بس أنا سمعت اسم سميحة، شو كانت عم تقلك؟ وانتي شو بدك بهالقصاص؟ شغلة بيني وبينها، ولا بدك تعرفي البيضة مين بعضا؟ الله محيي رجال. اهلين ابو ضاح. ابو دام مين الخيار؟ عزير مختار. عن جد مين؟ من أنو حارة؟ من حارتنا مختار. هلا عن جد مين؟ لك هذا أبو محمد إسكافي. شو هالحكي؟ ولمين الفرس اللي معه؟ لألي مختار. الله يهديك يا ودهام، كيف تعطيه فرسك؟ لتوم توقعوا وراء حريمات الرجال.